الشباب. معكم بروف عبد الواحد. البروف اللي يقريكم هذا العام الماضي بطريقه مختلفه. هذا العام ان شاء الله بالنسبه للبريمير باك شنو عندكم؟ عندكم اول درس اللي كيقول تلامذ اي واحد سولته عليه كيقول لك هو اصعب درس اللي عندكم في البروغرام واصعب درس في العالم. ما يمكنش. دونك عليها شنو ندير؟ علاش نبسط لكم الدرس اسهل طريقه. دونك نبداو بشويه، لان اول حاجه خصك تكون عندك فكره بان الدرس ديال لوجيك علاش صعيب. صعيب حيت فيه بزاف ديال لي بارتي، بزاف ديال لي بارتي التلاميذ مازال ما كيجي يلا كيجي يستوعب البارتي الاولى كيلقى راسو صافي بصر بارتي 3 بارتي 4 صافي سال الدرس مفهموه. علاه دونك حنا نمشيو بشويه علينا، نحاولوا نخدموا بارتي بار بارتي، اي بارتي نديروا لي زيكزامبل ديالها لي زيكزيرسيس ديالها من مورا لا ودي بان لكم بان الدرس ديال لوجيك هو اسهل درس كاين. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نبداو بها بالنسبه للوجيك، غتولي تسمع واحد الكلمه بزاف كتعاود، شنو هي بروبوزيسيون؟ شنو هي بروبوزيسيون؟ بروبوزيسيون هي واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك تقدر تكون فغي تقدر تكون فوز او شنو هذا الشيء. دونك شنو ندير نمشي بشويه يعني جيت جبت لكم بروبوزيسيون كنسميوها بي اما بي كيو اف اس تسميها اللي بغيتي نورمالمون ما كاينش مشكل. هاد بي الا درناها اونت بارونتيز ودرت انا دو بوان كتسمى بروبوزيسيون. بروبوزيسيون مثلا هي واحد العمليه، مثلا درت لكم واحد زائد واحد كتساوي ثلاثه، واحد زائد واحد ثلاثه بهذه كتسمى عمليه بروبوزيسيون. اما تقدر تكون فغي اما تقدر تكون فوز. يعني هنا شنو عارفين؟ عارفين بان واحد زائد واحد كتساوي جوج، وانا جيت قلت لكم واحد زائد واحد كتساوي ثلاثه. يعني هاد البروبوزيسيون هادي بروبوزيسيون فوس، يعني عباره خاطئه. مزيان دونك ندوز بشويه هنا نمشيو. دونك ما عندكم ولات عندكم فكره على شنو هي بروبوزيسيون، دابا غندوزو ايطاب بر ايطاب. دابا اول حاجه اللي عندك مهمين هما واحد الطابلوات، هادوك الطابلوات شحال كاينين؟ كاينين اربعه خمسه، ما كنقدوش اننا نحفظوهم. علاش كيديرو شي دراري؟ كنقولوهم يعني نبدا بشوية هنا يعني. بالنسبة لي كونيكتور لوجيك شنو عندك؟ لي كونيكتور لوجيك نبداو بأول واحد اللي هو اي. دابا هنا غنمشيو غنصوب واحد الطابلو بسيطة وطابلو ساهل. دونك نجي لهنا نكتب هنا بروبوزيسيون بي وهنا كيو وهنا نكتب بي ونكتب بيناتهم ها هي اي كيو. دونك بالنسبة لي بروبوزيسيون شنو كندير؟ قلنا إما فغي إما فوز. شنو اللي ضربت عليه هنا؟ إما فغي إما فوز. دابا بروبوزيسيون إلا كانت فغي نكتبو لها إما فغي بحال هكا، إما نكتبو لها في، إما نكتبو لها واحد. مزيان، إلا كانت بروبوزيسيون فوز، دونك إما نكتبو لها فوز، أو نكتبو إف، أو نكتبو زيرو. دونك نمشيو إيطاب بار إيطاب، شوف معايا مزيان. دابا هنا نجيو ونخدم معاكم لي بروبوزيسيون هما في، في، يعني لي دو بروبوزيسيون، هاي فغي فو، وعندك فو فغي، وعندك فو فو. دابا غنجي لهنا، هاد الطابلو واش كيديرو شي تلاميذ؟ كيجي كينقلو نهار الامتحان، أو ما عندكش تعقل عليه بشوية يعني. شوف بالنسبة لأي خلاصة، شوف عقل عليه بكلمة صافي ما تبقاش مشكل. إلا كانت وحدة فوس، كلشي فوس، كلمة تسمع كلمة ديال فوس، وكاين بيناتهم أي، صافي راه فوس. دابا نجي لهنا، واش هنا كاينة كلمة ديال فوس؟ لا، دونك فغي. كاينة كلمة فوس؟ إذا فوس. كاينة كلمة فوس؟ لا غير، دونك فوس. كاينة كلمة فوس؟ إذا راه فوس. صافي سالات. سالا الطابلو الاول. واش كاينه شي صعوبه هنا؟ ما كايناش. ندوزو الطابلو الثاني. الطابلو الثاني هو ديال او، او بنفس الطريقه عاوتاني غنجيب غنكتب لكم بي ولا بروبوزيسيون تيليا كي ولا بي او كي. دابا هنا الشباب غنبدل لا نوتاسيون باش ما تقولوش درنا غير في فو. شنو قلنا؟ فغي ترمزو ليها بواحد وفو رمزو ليها بزيرو. دونك ان زيرو يعني فغي فو فو فغي فو فو. مزيان. دابا هنا واحد الملاحظه، اي راه هي النيجاسيون والعكس ديال او، او هي العكس ديال اي. شنو قلنا بالنسبه لاي؟ الا كانت غير وحده فوس كلشي فوس. مزيان. او العكس، يعني الا كانت وحده فغي كلشي فغي. دونك كنجي هنا بالنسبه لاو كنحاول نقلب غير على فغي. فغي فغي اذا فغي، فغي فو اذا فغي كاينه ها هي فغي. فو فغي شنو غنكتب؟ فغي فو فو اذا فو. مزيان صافي كنظن بانه لحد الان الطابلو ديال اي وديال او غيكونوا مفهومين. بالنسبه لاي الا كانت غير وحده فوس كلشي فوس، بالنسبه لاو الا كانت غير وحده فغي كلشي فغي. اوكي دابا هاد باش تستوعبوا هادشي اللي درت معاكم باش تعرفوا الفائده ديال داك الطابلو ديال اي وديال او، ندير لكم واحد ليكزومبل بسيط. مثلا ليكزومبل عندك البروبوزيسيون هي بي نكتبها بحال هكا، نكتب لك موان او مثلا موان 3 او كاري نكتب لك ايكال 9
بحال هكا نكتب بيناتهم اي نكتب لك مثلا بي ابارتيا ا كيو هادو هما النوع ديال لي بروبوزيسيون اللي كتلقى شنو خصك دير هنا خصك تعرف لي هاد البروبوزيسيون كامله واش بغيت ولا فوس نكذب شويه لان اول حاجه موان ديال خوا كاري ايغالمون شنو خصك دير هاد البروبوزيسيون واش بغيت ولا فوس نمشيو شويه يعني ناقص 3 وكاري دابا هنا اول ملاحظه ما عندناش الاقواس كما تلاحظوا يعني ما عندناش الاقواس يعني هاد الطريق غير ديال 3 يعني ناقصها تبقى مره 3 وكاري اللي هي 9 شنو عطاتني موان 3 وكاري عطاتني ناقص 9 شنو كتب لكم هنايا كتب لكم بان ناقص 3 وكاري كتساوي 9 يعني هاد البروبوزيسيون هادي الاولى كي دايره غتكون فوس هادي فوس غتجي وغتكتب فوس وهنايا غتكتب ليا كار ها علاش واش هادي واضح دابا غتجي عاوتاني لهنا بي هذيك بي هذيك لو نومبر ماجيك اللي كيعرفو كلشي ابارتي ان كيو لونسومبل كي هي لي نومبر راسيونيل مزيان بي ابارتي ان كيو هادي سي تي اون بروبوزيسيون كي دايرة بروبوزيسيون فوس علاش فوس حيت ديك بي هذيك بي ايت ان غيال ها هو ايت ان نومبر غيال كيفاش نومبر غيال عندك بي ابارتي ان ار هاد بي داير بحال لي غاسيون كار لي غاسيون تاع ما ابارتي ان ار مي لي بروبوزيسيون فوس وهاد بروبوزيسيون فوس شنو كاين بيناتهم كتلاحظوا ان كاين بيناتهم اي شنو قلنا القاعده ديال اي قلنا اي الا كانت غير وحده فوس بروبوزيسيون كامله فوس مزيان وانا عندي جوج فوس هنايا غادي نكتب بان بي ها هو بي ها كيو ها البارتي ديال الطابلو اللي عندي ها بي اي كيو الا كانت هاد البروبوزيسيون هي ايتاب بار ايتاب انا الاولى فوس والثانيه فوس اذا كانت الاولى فوس والثانيه فوس وبيناتهم اي كاين ان البروبوزيسيون كامله فوس يعني هاد البروبوزيسيون كلها غادي نكتب بان هاد البروبوزيسيون اي فوس وهنا غنكون ثابت من هنا تعرفوا نفس الخدمه اللي درت هنا بالنسبه لاي غندير بحالها بالنسبه لاو يعني خصك تعرف هذه واش بغيت ولا فو حتى هذه البروبوزيسيون واش بغيت ولا فو موراها كتطبق القواعد ديال الطابلو اللي شرحت لكم دونك ندوزو باقي لينا دابا تقريبا جوج ديال الطابلوات اللي كاينين هنا واخر طابلو هذاك غير بونيوس حيت هو الساهم دونك نمشيو شويه يعني دابا هنا شباب شوف هاد الموديل بان هاد الطابلو ديال لامبليكاسيون الدراري ولا ما كيقدوش يستوعبو على شي اساتذه اللي تيقول لك واحد لا شنو نقول لك نقول ما جات دونك شنو ندير شويه يعني ما نتوما ما ينزل دابا نحاول نشرح لكم بواحد الطريقه بسيطه هاد البي ربطوها بايش هاد البي نعتبروها يعني هذيك واحد شنو المعنى ديالها ربطوها بالقرايه هذيك واحد كيعني بان انت كتقرا مزيان دونك بي عندي جوج هانتوما بي جوج ديال الاختيار اما كتقرا مزيان قراي رمزو لها بواحد ما كتقراش جيب لي جا رمزو لها بزيرو مزيان كو هي الريزولتا كو هي الريزولتا يعني في الاخر ديال العام في الاخر ديال العام واحد كتعني بانك نجحتي زيرو كتعني بانك عاودتي العام وغتقرا مع الدراري صغار ولادك شكرا غنجيو هنا شنو عندك قريتي مزيان دابا شنو بغيتكم بغيتي كتخدم على عقلك شويه دابا انت هاد الهضره اللي كنقول واش لوجيك ولا لا الا كانت لوجيك صحيحه بالنسبه لي نكتب هنا واحد كتبات لك ماشي لوجيك ما كتدخلش العقل نكتب صيرو قريت مزيان نجحت واضح لوجيك اي واحد مزيان قريت مزيان وسقطت في الاخر ديال العام هادي ما كتقبلهاش العقل دونك هادي فونس هاد النقطة سبيسيال ترجع لها من الاخر هادي هي النقطة سبيسيال وارجع اخر حاجة غادي هنا ركز معايا مزيان زيرو زيرو ما قريتيش مزيان بطبيعة الحال في الاخر باينة غتصبر لوجيك ما هي هو ما قريتيش مزيان ما غتنجحش هذا هو الغرض الوحيد اللي كيديرو الدراري كينساو دونك نجيو هنا هادي كاس سبيسيال شنو كتقول كتقول لك لانه ما قريتيش مزيان في الاخر نجحتي او كي درتي ليها دونك هو المدير ربما هاد النقطة شنو كتقول؟ كتقول بأن من الأخطاء كيتعلم الإنسان، يعني أبارتي هادشي اللي وصلنا لنا دابا في لي ماتيماتيك ولا أي دومين، ما كانش في الأول صحيح، كيكون غلط كيجي واحد العالم آخر واحد لو سافون كيحاول كيطاق من داك الغلط وكيحاول يوصل شي حاجة جديدة، ديك حاجة جديدة إما صحيحة إما غلطة توصل لنا هادشي، يعني انطلاقا من دوك الأغلاط ديال اللي دوزهم بزاف ديال الناس، كنوصلنا هنا واحد لافورماسيون اللي هي صحيحة، أنا كنجي نكتب واحد، هادي هي لوكا سبيسيال. مزيان اخر طابلو
هذا الدارب هذا الرمز اوكي باش ما ننساش هذا الرمز هذا سميتو امبليك او لي سيرزيو هايا نكتب عليكم هنا باش بالك امبليك اوكي هذا الرمز هذا جوج ديال الصوره شنو معنى ديالو هذا واحد التسبيه اما اكيفالون هايا اكيفالون ولا غتلقاو واحد الكلمه ثانيه غتشوفوها بزاف في المطابيق هي سي سولمون سي سي سولمون سي او لا اكيفالون عندهم نفس المعنى شاد طابلو اللي عندك هنايا هنا ساهل نشرح لكم باسهل طريقه شاد اكيفالون بحال تساوي شوف معايا مزيان واحد كيساوي واحد صحيح ولا غلط صحيحه دونك نجيب هنا نكتب واحد واش واحد كيساوي زيرو لا امبوسيبل غلط قدام زيرو يعني فوس والزيرو كتساوي واحد لا دونك ساهلي فوس والزيرو كيساوي زيرو زيرو كيساوي زيرو صحيحه دونك فغي مزيان كنظن باننا هاد لي طابلو بربعه مهمين بزاف باقي لي اخر طابلو اللي غيكون بونيس شنو هو اخر طابلو هو اللي غندير لكم هنايا طابلو صغير وراه يعجبكم الحال دونك الطابلو هذا احسن طابلو بالنسبه للتلاميذ زوين مفيهش بزاف ديال الخدمه شنو كنجي غنجي نكتب لكم غير دو طاس ها الاولى الثانيه غنكتب غير هنا غير بي بروبوزيسيون اما غتكون فغي اما غتكون فوس زعما هنا لا نيغاسيون ديال بي هاد الكلمه ديال لا نيغاسيون هي العكس ديال بي شنو الرمز ديالها عندها ثلاثه ديال الرموز الرمز الاول اما كنكتبو بحال هكا بي فوق منها شطة كتسمى بي بار اولا الرمز الثاني هكا حتى هو بي بار يعني النيغاسيون ديال بي اولا الرمز الثالث كتبقى مكتوبة النون ديال بي بحال هكا دونك الرمز الاول الثاني الثالث كلهم عندهم نفس المعنى يعني النون ديال بي العكس العكس مثلا جيت قلت ليه شنو هو العكس ديال فغي نورمالمون غيكون فوس وشنو هو العكس ديال فوس غيكون فغي دابا شنو ان شاء الله غندوز غندير لكم واحد بتيت اكزومبل بالنسبه لهاد الطابلوات اللي عندك هنا ما تخلع ما والو الطابلوات كيتخدموا دو تيب ديكسيرسيس جوج انواع ديال التمارين ما كاينش كثار التمرين الاول كيكون بحال هاد لافور كيقول لك ديتيرميني لا فالور دو فيريتي خصك تقول لي لا فالور دو فيريتي واش هذيك البروبوزيسيون فري ولا فوس مزيان او دو تيب ديكسيرسيس تيب الثاني كيقول لك فيريفي كنعطيك واحد ليكسبريسيون كنقول لك فيريفي كو سيت بروبوزيسيون ايتي لوا لوجيك او نو يعني عادي هاد ليكزومبل هاد حنا درناه ليكزومبل الثاني ان شاء الله او دي زيكزومبل وحدين اخرين غنشوفهم في لابارتي ديكزيرسيس ان شاء الله اللي غنديروها في اقرب وقت قبل ما ندوزو الامتحان ودابا غندوز لواحد لابارتي هي اللي هضرت عليكم ودابا غندوز لابارتي اللي هضرت عليكم اخر مرة دابا غندوز حيت عليا الكاسكيت غندوزو للتمارين اللي بحال هي ديك دابا رجع اش عندك في ليكزومبل كيقول لك فيريفي كو سيت بروبوزيسيون ايتي لوا لوجيك اوكي فين كنسمع لوا لوجيك هو خدم ليا داك العقل عندك ارى ليا دوك الطابلو واش مش باقيين عاقلين عليهم مو حال اون فوا كدوز الحاجه كتنساو عليها دابا ندوز كيف هيك قلنا بان هنا شنو عندك بروبوزيسيون هابي هيك هاكي هابي يعني البروبوزيسيون كتلاحظوا شو جديد الحروف اللي كاينين بي و بي ما كيتعاودوش دونك نجي لهنا غنجي نصاوب غير واحد الطابلو غنجي نشوف هذا الطابلو في الاول كيبان صعيب اوكي نمشيو بشويه يعني انا نصاوب لكم واحد الطابلو بسيط هاو غنجي ندير طابلو بحال هكا ها هو طابلو عادي صغير وغنجي نكتب لكم بروبوزيسيون لان عندنا بروبوزيسيون بي وعندنا بروبوزيسيون كي مزيان مين جبت بي وكي هابي هاكي هاكي هابي يعني جوج ديال الحروف عندك جوج بروبوزيسيون هما كيتعاودوا شنو غندير نخدم معاكم الجهه الاولى والجهه الثانيه صافي واش هادي واضح يعني فين يكون عندك ايكيفالون الامبلي خذ الجهه الاولى بوحدها والجهه الثانيه بوحدها ونقارنوا بيناتهم باش نشوفوا واش البروبوزيسيون فغي ولا لا دابا شوف معايا مزيان هنا عندك بي وعندك كي بيناتهم اي بي اي كي اوكي دابا الملاحظه شنو قلنا بالنسبه لاي باش كتكون اي الا كانت غير وحده فوس بروبوزيسيون كلها فوس دابا رجع دونك عندك ان 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 زيرو زيرو ان زيرو زيرو يعني فغي 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 فو فو فغي فو فو قلنا الا سمعتي غير الكلمه ديال فو كنت مره واحده تسمع فو بالنسبه لاي يعني بروبوزيسيون كلها فوس ها انت فغي فغي ما سمعتيش فوس اذا هو فغي فغي فو سمعتي فويا دونك هي فو فو فغي فو 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 اي اون بروبوزيسيون فوس سيليش واش هادشي صعيب لا غنجي غير الجهة الأولى ساليت منها شنو ندوزو للجهة الثانية الجهة الثانية حتى هي نصاوب ليها طابلو دايرة بوحدها هايا هادي في حالات إلا كنتي طابلوات ما تقدرش تجمعهم بجوج حيت كاينين شي وحدين شي تلامذ مساكن كيلقى صعوبة هنا هادي أسهل طريقة بالنسبة ليهم غادي نكتب هنا كيو أو بي هنا كيو هاد بي وهنا غاتكتب كيو أي بي
غير هو هذاك الملاحظه، ما تمشيش تكتب لي الارقام كيما بغيتي، لا خصك تحافظ لي على الترتيب اللي خدمتي به هنايا. هنا عندك كو 1 0 1 0 1 0 1 0، يعني فغي فو فغي فو مزيان. بروبوزيسيون بي 1 1 0 0، يعني حافظت على نفس الترتيب اللي عندك هنا. هكي هيا هكي هيا هيا. دابا نمشيو شنو قلنا عاوتاني؟ اي اي وحده فوس، كلشي فوس. بداش فغي فغي تكون فغي، فو فغي سميتي فو، يعني فو فغي فو تاهي فوس، فو فو تاهي فو. مزيان غادي نجي نزول لكم واحد السؤال بسيط، شنو هو؟ نقارن هذا مع هذا، واش تحل الحال ولا لا؟ نورمالمون هذه هي لاكاز الاخرى اللي خصك تزيد، نحاول نكتبها هنا في الاخر كاع. هاهي لاكاز الاخرى غادي نزيدها هنا. إذا بانت ليكم هانتوما 1 2 3 4 بحال هكا، هذا لاكاز الاخرى شنو كندير؟ كنكتب بروبوزيسيون كاملة بي اي كيو، هاهي وهنا كيو اي بي، هاهي كيما كتلاحظو بيناتهم إيكيفال. شنو قلنا الشباب؟ إيكيفال هي تساوي. واش هذا هو هذا؟ إلا كان نفس الرقم كيتعاود فغي، كان رقم مختلف فوس، كان نفس الرقم كيتعاود فغي، أرقام مختلفة فوس. سيدات جدا شوف معايا مزيان، بيك أربعة يهدرش على الكرة، ما يهدرش على الكرة، 1 1 تساوي دونك فغي، 0 0 تساوي فغي، 0 0 يكون تساوي فغي، 0 0 يكون تساوي فغي. شنو قلنا بالنسبة للإيكيفالون؟ إلا كانوا بحال بحال فغي مختلفين فوس، ياك هذا هو هذا فغي، هذا هو هذا فغي، هذا هو هذا فغي، هذا هو هذا فغي. سيدات شنو لقيت؟ لقيت بأن كاع لي بروبوزيسيون عطاوني فغي، كيعني بأن كونكليزيون جينيرال هذا هادشي كامل أو هاد ليكسبرسيون هادي سيتي لوا لوجيك. هاهي هاديك البروبوزيسيون هادي، هاهي إي تي لوا لوجيك، هاهي لوا لوجيك. دابا كيجي السؤال اللي على بالكم غادي يطرحوا كلشي، فاش غتكون ولا ما غتكونش لوا لوجيك؟ ما غتكونش لوا لوجيك في هذا الا جيتي هنايا ولقيتي فوس، ان فوا تلقى غير شي وحده فيهم فوس، ماشي كلشي فغي، لقيتي مثلا هنا فوس، اذا سو ني با لوا لوجيك، لقيتي مثلا جوج ديال لي فوس، سو ني با لوا لوجيك، لوا لوجيك خاص تكون كاع لي بروبوزيسيون فغي، كلشي فغي، لقيتي غير وحده فوس، سو ني با لوا لوجيك، ولكن هنا واحد راه مارك، إذا لقيتي وحده فوس، تأكد لا تكون انت ماشي حمق وراك غلط في الحساب. شكرا بزاف شباب، كنتمنى نكون هادشي اللي درت معاكم اليوم فهمتوه. المهم هذه غير كانتروديكسيون صافي، غير كمقدمه، باقي ان شاء الله بزاف ديال لي بارتي جايين، بزاف ديال التمارين دي زيكزامبل لي سيري، الامتحانات حتى هما غيكونوا عندنا. المهم نشوفكم هنا في التعليق ديالكم، كنتمنى تكتبوا شي حاجه زوينه حتى الا كانت خايبه ما عندناش فيها غرض. بالنسبة للانستغرام ديالي غتلقاوه هنا ولا هنا. شكرا بزاف، نشوفكم في الحصة الجاية.